قافلة نبض الحياة دشنت في إسطنبول بالأمس، قافلة نبض الحياة الإغاثية بالتعاون مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهيئة الإغاثة الإنسانية في تركيا. القافلة الإنسانية الرابعة هي إلى سوريا. تهدف هذه القافلة الضخمة نبض الحياة الرابعة إلى إبراز جانب المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري المكلوم، إضافة إلى تنسيق الجهود وتقديم الإغاثة الملحة للمدن والأرياف السورية. نتابع هذا التقرير وبعدها نستقبل حمزة العبدالله. بعد ثلاث تجارب نجحت في تقديم جزء ولو يسير من احتياجات السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، تنطلق قافلة نبض الحياة الإغاثية من جديد في 20 من آب المقبل، محملة بمواد غذائية وطبية من المفترض توزيعها على السكان في حلب وإدلب وريف دمشق ومناطق أخرى. القافلة التي تنظمها الحملة العالمية لنصرة الشعب السوري بمساعدة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومنظمة الإغاثة الإنسانية التركية وجهت نداء للعالم بتقديم ما يمكن لإغاثة السوريين في الداخل والخارج. اليوم اجتمعنا لأجل 26 مليون سوري في الداخل والخارج، ويجب أن نكمل طريقنا في مساعدة الضعفاء، وأولى الناس بمساعدتنا هم إخواننا السوريين، لذا فنحن نوجه نداء واسع النطاق لكل العالم الإسلامي بأن يمدوا يد العون لأهلنا في سوريا. وعلى الرغم من صعوبة إيصال وتوزيع مواد الإغاثة لمحتاجيها سيما في العمق السوري، إلا أن القائمين على الحملة يصرون على التحدي وتغطية أكبر مساحة جغرافية ممكنة. الخطورة موجودة ونحن فقدنا كثير من الإخوة المساهمين وكثير من الإخوة المساعدين وكثير من الإخوة المتعاونين. قصفت الشاحنات التي توصل هذه المساعدات، ولكن ما العمل؟ ما أمامنا خيار آخر، يجب أن نوصل هذه المساعدات بطريقة أو بأخرى. وإلى جانب تقديم الحزم الإغاثية المختلفة، تسعى القافلة كذلك إلى مساندة العديد من المشاريع التنموية والطبية داخل سوريا. من إسطنبول ستباشر النسخة الرابعة من قافلة الإغاثة الإنسانية نبض الحياة طريقها باتجاه الأراضي السورية في محاولة للتقليل من المعاناة الكبيرة التي يعيشها السوريون هناك للعام الرابع على التوالي. تمام عبد الحميد، الغد العربي، إسطنبول. معنا حمزة العبدالله مدير العلاقات العامة في قافلة نبض الحياة من غازي عنتاب عبر سكايب. أستاذ حمزة، أولا مساء الخير. ثانيا، متى ستدخل القافلة لسوريا أستاذ حمزة؟ مساء النور. بداية شكرا لك أخي موسى على متابعتك الحثيثة للجهود الإغاثية التي نقوم فيها. قافلة نبض الحياة الرابعة دشنت قبل أيام بمؤتمر صحفي من إسطنبول، وستتجه إن شاء الله إلى الداخل السوري يوم 20 أغسطس المقبل. نسعى من خلالها إلى استمرار بهذه السلسلة من القوافل الإنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري ولإيجاد التنسيق ما بين الجهات العاملة لأجل سوريا بالوطن العربي والإسلامي والدول الغربية كذلك. طيب حمزة، لو سمحت لي، ما هي عدد السيارات التي ستدخل سوريا؟ ما هي طبيعة المواد التي ستغيثون بها السوريين؟ بداية، عدد الشاحنات لسه ما يعني لم يتضح العدد النهائي بعد. القافلة الماضية كم كان عدد لو سمحت؟ القافلة الماضية هي تجاوزت مجموع التبرعات مليون دولار. نسعى بها القافلة انه يكون اكثر من القافلة الماضية. القافلة هذه كذلك تأتي بظروف استثنائية، الناس يعني بضيق كبير وشح بالموارد، فاحنا نسعى بالتعبير المحكي استوت يعني بعد سنوات. والله استوت، يعني استوت كثير، ما الناس يعني الله يعين الموجودين بالداخل. احنا نحاول انه نقدم لهم اعانه، اولا اغاثيه غذائيه من خلال سلات غذائيه، طحين، حليب اطفال، وكذلك نحاول ان نوفر الادويه، يعني مستلزمات ومستهلكات طبيه للمشافي الميدانيه والصيدليات الخيريه. نسعى كذلك لتقديم هدايا العيد قبل القافلة، يعني هذا ما نسعى له، والسلات الرمضانية قبل القافلة. إن شاء الله راح تكون توزيعها خلال الأيام القادمة، خلال أسبوع القادم. دخولكم لسوريا سهل؟ يعني ما في خوف على القوافل تتعرض للنهب، للسلب، للتجويل،
للمضايقات؟ والله في كثير من المخاطر، ولكن هذا الطريق يعني ما في خيار آخر. يعني لابد أن نوصل المعونة إلى إخواننا في سوريا بالمحافظات وبالأرياف. لابد أنه الموضوع كله خطورة بخطورة، ولكن إحنا ماشيين يعني بعون الله. هناك طبعا بهذه القافلة استجد أنه إحنا أدخلنا موضوع المشاريع التنموية. القافلة ستساند بعض المشاريع اللي هي مثل المخابز الخيرية والأسواق الخيرية، كذلك موضوع هناك مشروع ثقافي، اللي يعني مشروع مكتبة في كل مدرسة قائمة داخل سوريا، ومشروع كذلك لإعادة أو ترميم الجزئي للبيوت المهدمة بالمناطق التي باتت شبه آمنة، مشروع اسمه صامدون. لذلك يعني نحن يعني نأمل أنه تفاعل الجهات الخيرية والجهات الإغاثية. أنتم من يدعمكم حمزة؟ في جهات غير إيهاها وكذا، يعني جهات أهلية محلية بتدعمكم ولا لا؟ ولا منظمات ولا دول ولا؟ احنا الإيهاها هو شريك لوجستي فقط في التسهيلات بالنسبة للأرض والأمور القانونية هنا بتركيا، وأمور كذلك المعابر وغيرها. اللي يدعم هو مجموعة الجمعيات اللي تروا لوجوهاتها يعني بالمؤتمرات الصحفية التي نقوم فيها. يعني هي متبدلة، كل قافلة يكون هناك شركاء جدد. هي جمعيات ومؤسسات إنسانية إغاثية. نتمنى لكم التوفيق. حمزة العبد الله مدير العلاقات العامة في قافلة نبض الحياة الرابعة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غازي عنتاب. شكرا لكم. لا نأتي على ختام المسك أو مسك الختام، الله أعلم. المهم